ايش معنى ريمونتادا؟ هذا السؤال الاول. ريمونتادا منوعات، سمعت انه من قبل منوعات. دولة؟ ايش هي؟ دولة كرواتانا. ريمونتادا ريمونتادا دولة هي؟ لا مش دولة. صلاح رياضي. سؤال لا خلاص ما جاوبت على الاول السهل، كيف على الثاني؟ برشفية. ريمونتادا برشفية؟ ما برشفية برشفية. اسئلة صعبة ولا اسئلة؟ افعل سؤال ثاني. صباح الخير يا حبيب، تدور الشبكة عندك صح؟ وصلت لها ولا لا؟ طيب انا بطلع لعندك. طبعا يعني من المضحك المبكي انه قد نطلب احيانا من الناس انهم يثقفوا انفسهم ويتطوروا، واحنا في مثل هذا العناء يعني صاحبنا علشان يوصل للشبكة معلق بهذا المكان كله. اليوم طبعا لدينا مصطلح بلشفية ومصطلح ريمونتادا، ممكن تقول لي ايش معنى بلشفية؟ كيف بلشفية؟ اول مرة تسمع ريمونتادا؟ والريمونتادا ماشي، ما عاد فيش مجال للأمانة اني عاد اطول بالكلام. انا حبيت بس اطلع اسلم على صاحبنا ونتكلم الى اي درجة الناس بعانا بكل شيء. مثل ما تشوفوا مشاهدينا الكرام، نحن لا نستهدف فئة معينة، نحن نريد ان نصل الى الجميع. محطات البترول واحدة من اماكن التجمعات طبعا الكثيرة، مش زحمة، مش بذيك الزحمة يعني معقول. لذلك خلينا نسأل هنا، ببدأ بعامل المحطة، احد عمال المحطة. صباحك، كيف حالك؟ ايش اخبارك؟ زين والله. ايش اسمك؟ بكيل. بكيل، بكيل علي محسن. يا بكيل، في معي سؤالين، إذا جاوبت عليهم لك جائزة. سؤال الأول، ريمونتادا، إيش معنى ريمونتادا؟ مرتادا؟ ريمونتادا. ريمونتادا مصطلح رياضي. ريمونتادا والله ما أعرف. على طول أنت في المحطة، ما لكش في ما لكش رياضي. أنا رياضي؟ هذا وأنت رياضي؟ رياضي تفرج ولا رياضي تلعب؟ لعبته وفرق. لعبته وفرق. ريمونتادا يعني ركلة جزاء أو لا؟ إذا السؤال الثاني خلاص قرح قرح عليك. شنو سألك؟ اسمه البلشفية، إيش هي البلشفية؟ والله أسئلة صعبة جدا. العفو. شوفك متحمس تشتي تجاوب وتشارك. ايش اسمك انت؟ معي محمد قاسم. معي محمد قاسم. السؤال الاول، ويمكن سمعت واحنا نسال، ما مش عارف ايش القصه، لكن هو جاء لنا يشتي يشارك ومن حقه. ايش معنى ريمونتادا؟ ريمونتادا ماشي داري. انت جيت قلت تشتي تشارك ولحقتني من فوق. ماشي ريمونتادا. طيب بلشفية، ايش معنى بلشفية؟ الثورة الروسية ضد القياصرة عام 1900. انا بدي لك جائزة وعد خلاص، بس انت توعدني تقول لي من غششك. والله ما غشيته. من فين جبتها؟ يا قال لي ابوي بس. زمان ولا الان؟ قرينا عاد امس في ثالث ثانوي. قريتها؟ ايوه قراتها. وقال لي ابوي، اكدت من ابوي. جميل، اهم شيء انه ابحث باي طريقه. الثوره هي البلشفيه، هي مصطلح الاكثريه، والمصطلح اللي ذكروا انه ما عرفت بالثوره البلشفيه، الثوره الروسيه اللي هي زي ما جاوب ضد القياصره. فزت معانا 15,000. طبعا انا شفت ابوك صاحب الموتور بس عادي، وانت ما كنت صادق معي، مع انه قلت لك قول الصدق وانا ادي لك الصدق، بس ما رضيت. كنت اشتي منك انك تكون صادق. هذه 15,000 ريال بغض النظر متى حصلت على المعلومة، اشتيك كذا تجتهد على نفسك اكثر وتقرا وتثقف نفسك. واهم شيء قبله ايش؟ الدراسة. الدراسة. ايش معنى ريمونتادا؟
ما ادري يعني ما اعرف ما افهم شيء. ليش ما درستيش وما تتابعيش ولا شيء طبعا؟ طيب ماشي معي شاشه تلفزيون ما فيش معي. طيب ما احنا انا بجيب لك خيارين تمام، وانت اختاري واحد من الخيارين. الريمونتادا هذه العوده في النتيجه بمباراه لكره القدم، والا العوده في بالنتيجه في مباراه لكره القدم. الخيار الاول ولا الثاني؟ الاول. ايش اسمك؟ فاطمه. الف مبروك. هذا سؤال، هذه هديه مننا من البرنامج، والفكره هو انه نعرف الناس ببعض المصطلحات اللي مش مطلوب منك، الله يفتح عليك، مش مطلوب منك لا تدوري على مصطلحات ولا مش ليك المصطلحات هذه. الشباب ربما معنيين اكثر بانهم يعرفوا ما هي هذه المصطلحات. انت توكلي على الله وربنا يسعدك. الله يحق عليكم ويطول اعماركم. شكرا.